رامي سليم نبتي أبو سليم ومولد 32 هلأ بتصور الهوية. بحب العود، بحب محمد عبد الوهاب. صاحبي إدمون بركات، يا إدمون عيرنا هالعود اللي ما بيطلع معك شي، بعدين عيرني العود ما طلع معي شي. علمني هو كيف بينقلوا صبيعهم في هيك، ها؟ بس بعد شي شهر شهرين صرت أنا أعلمه. بعدين قلت ليش ما أنا بعمل عود؟ هذا من جوا. وحطيت فكري بدي أعمل. بدل زيد من هون. تعرفت على وديع الصافي وقدمت له عود بشكل الجيتار، عجبه صوته كثير. بعرف بس ماني دارس نوتة، يعني في أقوى مني كثير بدق، كتار اللي بدقوا وقليل اللي بيصنعوا. ما في عود مثل صوت عودي. عودي بيتميز برني حنية، بيقولوا له حنية. هوديك عود صوته غميق عريض. السنة لا رح يخلص عمري ما بعمل عود مثل اللي قبله، بعمل تقنيات غير. بالفكر في تقدم بس العضلات ما بقيت مثل ايام الشباب او مثل ايام عاد العمر. من مفر الوادي يا هوا دخل الهوى خدني على